خمس معلومات انا متاكد ان انت ما تعرفهمش عن سوريا. سوريا هي اول دوله عربيه منحت النساء حق التصويت سنه 1949. سوريا هي اول دوله في العالم بتعلم الطب باللغه العربيه من سنه 1911. المسيحيين القدامى في سوريا هم اول من استخدم كلمه مرحبا. اول مأذنة بنيت في الاسلام كانت مأذنة العروس في الجامع الاموي في دمشق. سوريا كانت الدوله الوحيده في العالم اللي سمحت لاي مواطن عربي ان هو يقدر يزورها من غير فيزا، ودي كانت